الحاج حسن عباس خليفة الداوودي أو جد حسن، عراب الخياطين كما يطلق عليه أهالي قضاء بلد في محافظة صلاح الدين. امتهن الخياطة منذ عقود، وهو المفضل لدى أهالي بلد لما يملكه من إتقان في خياطة الثياب لا سيما الدشاديش. دكان الحاج حسن الواقع في السوق الكبير وما فيه من أدوات شاهد على حقبة طويلة من العمل الدؤوب، حيث لم ينضب عطاء الحاج حسن إلى اليوم رغم كبر سنه وضعف الإقبال على خياطة الملابس. فهنا أنا هسا خياط من زمان السبعينات ولحد الآن، فهنا هسا أنا شغلي تقريبا يعني وقف شغلنا بصالة الحاضر يعني، والثاني هسا يعني معناته إحنا والله تعبان وهذا يعني دا أقعد أنا حجة يعني شنو ما يعني أضوج يعني بالحوش أضوج، بس قلت أقعد ورا المكينة أشتريني أنعم الله. فهنا يعني شغلنا تقريبا قبل أحسن من هنسا. كثيرون هم محبو الحاج حسن الخياط، حيث يزوره عدد من أهالي المدينة بين الحين والآخر لاقتناء الملابس وتفقد أحواله. بدون تعريف الرجل من أعلام بلد، وهو طيب القلب وكان دؤوب في عمله، وكان هو الرجل من العمل إلى البيت ومن البيت إلى العمل، وهو هذا هو وضعه من شاهدته منذ طفولتي لحد هذه اللحظة. طبعا اليوم احنا تشرفنا بزيارة جدو حسن. جدو حسن من أكبر خياطين البلد، يعتبر هو العراب للخياطين. الصراحة أنا والدي هم خياط، ووالدي تعلم على يد هذا الرجل الكريم. الحاج حسن الخياط وفي لمهنته منذ نعومة أظافره، وهو يأمل أن لا ينتهي الإقبال على شراء الملابس المصنوعة يدويا بعد أن غزت الملابس المستوردة السوق العراقية.